سو تبارك الله الطاوسه هو هادو 25 عام هذا شويه كما نقولوا صحاح. هذا البيض ديال البراك كيكون خضر شويه في اللون ماشي بحال البيض ديال الدجاج. شحال الثمن ديالو؟ تبارك الله هذا داير بحال شي غزاله هذا اللهم بارك. هذا السرندي هذا 3300 درهم، 1500 درهم هذا. او تبارك الله هذا 30 درهم. 30 شحال ماتيشا؟ 4 درهم تبارك الله، 3 دراهم. السلام عليكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وجوله جديده. اليوم ان شاء الله كنتواجدوا بالسوق الاسبوعي لمدينه بركان. غادي نديروا جولتنا في هذا السوق هذا ان شاء الله ونشوفوا الاثمنه. كما العاده ما تنساوش بارطاجوا الفيديو مع احبابكم واصحابكم. غادي نبداو بالخضار وكذلك نشوفوا الاثمنه ديال الاكباش الحواله ولا كانت شي حاجه اخرى حتى هي نزيدوها ان شاء الله في القائمه. يلا خليكم معنا ونمشيو نكتشفوا ان شاء الله الاجواء في السوق الاسبوعي بمدينه بركان. بسم الله على بركه الله ان شاء الله. دروك ندخلوا نشوفوا الاجواء. 4 دراهم، 4 دراهم البصل، 4 دراهم 5 دراهم، 5 دراهم تبارك الله 3 دراهم المليح. وشو كي دايره؟ شو هذه شحال زينه على هذيك تاع كبير. هو تشري البيطراف وتلقى فيه الببوش باش تعرفوا بلي ما راه جديد. يلا جا شحال ماتيشا؟ 4 دراهم 80 ماتيشا، 80 ماتيشا 80 دور خويا. الزروديه 100 دور 5 دراهم الجزر تبارك الله. هذا دار لي واحد التصطيفه رائعه. اشحال هاد البطاطا الصغيره؟ 120 6 دراهم. شحال؟ 10 دراهم. المربي هذا اخويا المربي 10 دراهم الجلبانه. شحال البطاطا المهم؟ 10 دراهم البطاطا 10 دراهم. 3 دراهم، 3 دراهم الليم. عندكم الليم؟ هذا هو اللي يصلح للحريم. 3 دراهم 4 دراهم خيزو والخيار 100 دورو. او تبارك الله 30 درهم 30 ثم 500 30 درهم الكيلو. نمر كاين عاوتاني هذا رطب هي زينه. شحال؟ 30 درهم. فهي 30 درهم هذه ربع نهاية 20 درهم اللي معسلة. دير من هذه ولا من هذه؟ دير هذه هذيك. واه هذه ماشي مشكل ياك. ندوقو شي وحده. لا لقيتها المالك هي ما تشبعش. ما نشبعش والله لا تشهيتها. دي وحده تاع هيمون المول اللي كتشهي هي هذه اللي تتمنى ولا حلوه بزاف. والان رانا كنتواجدوا بالرحبه ديال الغنم. دخلوا نشوفوا الاجواء. اللهم بارك اللي بغى يعلف. شحال هادو؟ شحال؟ 150 1500 درهم هذا. هادو كبار عليهم شويه. شحال هذا المول؟ لا الواحد 2500 درهم. 2500 درهم الواحد هذا. هادو كبار على الهيهات. تبارك الله هذا داير بحال شي غزاله هذا. اللهم بارك اللهم بارك. هادو تاع الحليب تبارك الله. هذا 350000 يعني حنا كنقولوا لها 3500 درهم.
3500 درهم هذا، اللهم بارك، هذا زين عالي. و واه المره اللي فاتت من صورت كانت الدعوه عامره على هذه المره، هذه الدعوه شويه نقصت. هذا الصرندي هذا 3300 درهم، هذا زين شويه 3300 درهم تبارك الله. وهادو الا بغيتو مثلا اللي بغى يديهم كاملين راه 2900 شحال، 2950 درهم، 2950 درهم اللي بغى يديهم جمله هادو. مازال ما مرتيهاش هذا، اللهم بارك. هاد الجهه فيها الخيرات، شوفوا هذا تبارك الله، هذا 3600 درهم. جوج جوج غير اللي بغى. هذا مواكل موالات يقدر بشجوع. البيض ديال البراك كيكون خضر شويه في اللون، ماشي بحال البيض ديال الدجاج. شحال الثمن ديالو؟ 45 دور. انت الدجاج شحال؟ 2 دراهم ونص. شحال؟ 2 دراهم، 2 دراهم 45 فرنك. ياك هي هذه 2 دراهم 45 فرنك. وحتى البيض البلدي راه نفس الثمن، 2 دراهم و 45 فرنك، 45 دور. شتو البيضة تاع الدجاج بيضة، الأخرى خضرا. شحال هاد الدندو هاد؟ 18000، 18000 يعني 100. صبروا صبروا نهضر، صبروا نهضر، 180 درهم. هادو 25000، هادو شوية كما نقولوا صحاحة، هادو 25000 الواحد. شو تبارك الله الطاوسة هو. السلام عليكم. الله يعاون، كي داير بخير؟ اشحال هاد الطاوسة؟ 70000. وانتوا؟ زوج بهم 70000. مية وثلاثين درهم. هذا 120 درهم، هذا الصغور. غلاوة الديوك. هنا كنا ندورو، هذا هو السوق الاسبوعي لمدينة في مدينة بركان. من هنا شفتو صافي، وصلنا للنهاية ديال الفيديو دروك. بهاد الجهة اللي من هنايا كاين الباركينغ ها هما، ومن هنا الجنانة تبارك الله، الخضورية والطبيعة ما شاء الله. يلا نقول لكم دروك بالسلامة. إلى هنا اخوتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو ديال الجولة ديالنا في السوق الأسبوعي مدينة بركان. نتمنى تعجبكم هذه الجولة هذه، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، وجهة جديدة وجولة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم.